مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. مباشر واحد شوية غيكون صادم، لأن ماشي جديد على المغاربة بطبيعة الحال. عدة مرات حاولنا أننا نقربكم في ربورتاجات كنعملوهم مع مثليين أو لا مع متحولين جنسيين. بطبيعة الحال كنا آخر مرة درنا مع المتحول الجنسي المشهور في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو صوفيا طالوني. اليوم معنا متحول جنسي آخر شاب كان سميتو أيوب، وما تيبغوش نعيطو ليه أيوب، بغانا نعيطو ليه دينا لأنه بدل السمية ديالو ولات سميتو دينا. يلاه دار التحول الجنسي في تركيا هذه مدة 10 ديال الأيام، وجا وبغى يخرج بوجه مكشوف. وللإشارة فإن أيوب هو من مواليد مدينة تارودانت، وكان هو أول شاب كشف على الميولات ديالو الجنسية داخل المغرب بوجه مكشوف. خليكم معنا تسمعوا، سمعوا قبل ما تحكموا، وخليونا تعليقاتكم وغنعطيو تعليقاتكم لدينا وغادي تحاول انها تجاوبني عليها. السلام عليكم دينا. عليكم السلام، مرحبا بيا عندكم، مرحبا بشوف تي في معايا كذلك. بغيت نبدا بالموضوع. اولا نعزي ضحايا مدينه طنجه وقلبنا معاهم، والله يرحمهم والله ياخذ الحق اللي كان في السبب. وصافي عرفتي شنو وقع؟ انت عاد جيتي من تركيا، عرفتي شنو وقع للناس ديال طنجه؟ ما عنديش شي فكره بالحق، شفت شي حاجه في الانستغرام وفي فيسبوك. بحكم انك انت عشتي في مدينه طنجه. انا اصلا كنعيش في طنجه ومستقره في طنجه. نعم، اذا دينا غنمشيو للموضوع ديالنا اللي جينا اليوم على قبله، اللي كما قلت لك خصك تقبل او تقبلي تعليقات اللي شويه غادي تكون مستفزه وغتكون صادمه، ولكن هذا هو الواقع. مستفزه راه غنتجاهل، التجاهل صدقه جاري للفقراء الادب، يعني ما غاديش نجاوبهم شي حاجه. انا ملي كنقول مستفزه ما كندويش على السب والقذف، السب والقذف بطبيعه الحال ما غاداش نقوله لك انايا، ولكن غادي نحاول ان نوصلك التعليقات وغادي تجاوب عليها. بطبيعه الحال السب لا حول ولا قوه الا بالله ولعنه الله عليك، وهذا الشيء راه جاري بالعمل بطبيعه الحال، هذا الشيء خصك توقعه، لان ما يمكنش حنا في مجتمع مغربي محافظ مسلم طبيعي هو الراجل كيكون راجل والمراه كتكون مراه. بطبيعه الحال ما غاديش يتقبلوا هذا الشيء اللي انت فيه دينا. انا ما غيتقبلوش تراسم، لان احنا المجتمع منافق، مجتمع اللي كيدير حاجه قدام الناس ومورا مورا السيطر وتحت الطبله راه كيدير حاجه تخايبين اكثر مني انايا. يعني مسلمون بدون اسلام هذوك، هذوك تجار الدين كيدزوا الدين وقت ما بغاو في مصالحهم الذاتيه الى اخره، هذوك ما غاديش ندي عليهم، لان كل واحد يتعلق على كراعه، كل واحد يتحاسب شنو دار هو، ماشي اش دار الاخر. فوالا. نعم فعلا كل واحد غيتحاسب على المعاصي اللي دار هو، وحتى شي واحد ما كيعرفش شكون اللي غيدخل الجنه وشكون اللي غيدخل جهنم، لان هذا الشيء الله سبحانه وتعالى اللي كيعرفه. ولكن الله ايضا وصلنا على اننا ما نجهروش بالمعصيه. اي أيوة والله قلنا ان ما نجهروش، الله سبحانه وتعالى كيحسب كل واحد، والله اللي غيحاسب كل واحد. ربما انا نكون درت شي حاجه صغيره وهذا الشيء انا اللي ما اختاريتوش، نقدر نمشي للجنه، الناس ما تحكمش، والله سبحانه وتعالى اللي عنده الحق. وهذا الشيء ديال الدين وهذا الشيء كتبقى مساله شخصيه، كل واحد يتعلق من كراعه. فوالا ما تدخلش في هذا الموضوع ديال الدين. فوالا انا معتقدي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، انا كنمارس المعتقدات ديالي، كنصوم، كنصلي، كندير بزاف ديال الحاجات، ربما شي حاجه واش صحيحه ولا ما صحيحه بيني وبين اللي خلقني. فوالا. نعم. كيفاش ما اختاريتيش؟ ما اختاريش لانني انا تولدت هكا، ومني كنشوف راسي في المرايه في صغري كنقول انا علاش هذا الجسد اللي فيه انا؟ نورمالمون بغيت واحد الجسد ديال البنت، يعني الروح ديالي والداخل ديالي كنحس به وانتوي. ملي كنشوف راسي في المرايه كنقول. شحال كان عندك من عام بديتي كتحس هذا الاحساس؟ تقريبا عندي 11 عام 12 عام. باش انني كنشوف راسي ان الجسد اللي عندي ماشي هو الجسد ديالي الصحيح. كيفاش الجسد ديالك؟ يعني انت تزاديتي 12 عام، تزاديتي دري، عندك جهاز ديال الدري، عندك ما فيك حتى شي حاجه، ما عندك لا سدير، ما عندكش حتى شي حاجه كتبين انك بنت. الداخل ديالي السونتيمون ديالي والاحاسيس ديالي وانثى اكثر، ملي كنشوف راسي كنلقى هذاك الداخل ديالي كيطغى على الفيزيك ديالي، اللي الفيزيك انا ما راضياش. 11 عام 12 عام حنا باقي ما عارفينش وصلنا شنو بغينا، حتى ذاك الميول الجنسي اللي كنقولوا حنا ميول جنسي باقي 11 عام دري ما عارفش راسو شنو غيبغي دريه ولا غيبغي دري. كيفاش انت اكتشفتي هادشي؟ هادشي كيبدا بداك انك كتختار الحاجه، انك مثلا تعطيني كوره ولا تعطيني حوايج البنات انا غنمشي لك حوايج البنات، مثلا عطيني العكر ولا عطيني شي حاجه ديال الدراري، لا انا كنت كنميل لهادشي ديال البنات. ومن الداخل ديالي انا اصلا كنحس براسي بنت، وصلت واحد لاج صافي كان صراع بيني وبين الذات ديالي، علاش انا هكا، علاش مختلفه، علاش ما كيتقبلوني،
مكانيش خصني نمشي في النمط اللي فيه المجتمع. مي في الاخير عييت، درت بزاف ديال محاولات، درت طبيب نفسي، راقي شرعي، بزاف ديال العلاجات. في الاخير كنكتشف راسي انني انا هكا، ما عنديش علاش نتغير، وخصني نتقبل راسي وناخذ واحد القرار مع راسي انني نعيش من اجل راسي ونعيش من اجل الذات ديالي ونوصل للذات اللي بغيت انا. شكون رباك دينا؟ هذا الشيء ديال الطفوله ما كان تفضل انني نخلي، ولكن حنا بغينا نسمعوا لك هذا الشيء الطفوله لان ربما يكون هو اللي عنده تاثير باش الناس تما ياخذوا واحد العبره، الوالدين تما ياخذوا عبره، لان بحكم مثلا لي غوبورتاج اللي درنا مع المثليين ومع المتحولين الجنسيين اغلبيه ديالهم كيكون عندهم مشكل في الطفوله، كتكون التربيه كتكون مثلا الدري كيتربى وسط العيالات، كتكون الام مطلقه، كيكون خالات، كيكون ديك التربيه بقوه ما كيعاشر العيالات كيولي هو امراه. كاينين ناس انا كنعرفهم يعني ما يدخلوش الموضوع ديال التربيه، الناس تربوا في واحد المحيط يعني في موفر لهم كل شيء ولاباس عليهم، الناس ثاني من فئه فقيره خرج كيخرج مثلي من هذه الفئه وهذه الفئه وهذه الفئه وهذه الفئه. مازال دراسات مازال ما اكدت ولا ثبتت انه واش هذا الشيء من الهضره غير عليك انت، ما نهضروش على الدراسات. كيفاش كبرتي؟ كيفاش تربيتي؟ انا تربيتي وسط باك امك؟ لا ما تربيتش معاهم، وكبرت يعني اخ فولا، مي ماشي هذا هو العائق اللي خلاني انني نخرج هكاك. علاش انت دابا واحد القضيه لاحظتها فيك ايوب اولادينا، ما باغيش تدوي على الطفوله ديالك ربما لانها معذباك، ما باغيش تفكر شي حوايج في الطفوله ديالك. حنا بغيناك مثلا، حنا راه ماشي جايبينك غير الفرجه باش الناس يتفرجوا فيك، حنا راه جايبينك حتى العبره. اي موضوع كنديروه دابا بزاف الناس كيلومونا وكيعيرونا تيقول لك ما لقيتي ما تجيبي لينا، ما لقيتي ما لا، حتى انت انسان، حتى انت بشر خلقك الله سبحانه وتعالى، الله يعفو على الجميع. حنا ماشي قضاة باش نحكموا عليك، ولا حنا الله سبحانه وتعالى استغفر الله باش غادي نقولوا لك انت لعنات الله عليك اولا، ولكن الدين ديالنا، الدين ديالنا الحنيف، حنا مجتمع مسلم بغينا ولا كرهنا. الدين ديالو مع راسو، أنا شي حاجة ولكن خليني نكمل لك دينا. حنا الدين ديالنا كيحرم وكيجرم بحال هاد العلاقات الجنسيه الشاذه ما بين الرجل والراجل ولا ما بين المراه والمراه، فما بالك ما شي علاقه، هذا كومبورتمون فيزيك اللي وصلت لي انا، ما العلاقه كنمارسها بيني وبين الشخص اللي انا علاقه رضائيه بيني وبينه، يعني كتبقى في الستره، كتبقى انا ماشي كنخرج نجي نقول لهم خرجوا بوسوا في الزنقه ولا ديروا المعاصي ولا استفزوا الناس، لا لا، الواحد يعيش كيف ما بغى ويوصل للجسد اللي بغى، لان ذاك الجسد ديالو حر في ما عند الحق الناس الاخرين تدخل فيه. واخا نرجعوا للطفوله ديالك، عاود لي على طفولتك. انا نجيك نيشان نقول لك انا حاليا تولدت كدينا جديده، دينا انسانه قويه، دينا انسانه اللي رضمات الماضي ديالها، ذاك ايوب اللي كان محقور، كان مرفوض في بزاف ديال الحاجات، كان كيضحكوا عليه. اش كان واقع لايوب؟ علاش كرهتي ايوب؟ كرهته اللي بسبب انني المجتمع، كنقول لك بحال المجتمع في المدرسه مثلا كيقول لك انك انتينا يتيم، انك انتينا كتشبه بالبنات، انك انتينا هكا وانتينا هكا وانتينا هكا، يعني هذه المواضيع خلاو هي واحد الحرقه وخلاو في واحد كنقول لك واحد لانينيرجي في الداخل ديالي. خلاوك تكره ايوب؟ خلوني نكره ايوب، لان اصلا انا في الصغر ديالي ما كنتش راضيه بهذيك الصفه ديال ايوب كما قلت لك. واخا ايوب سمح لي، شكون ربك؟ كبرت اخ فولينا خيريه، اخ فولينا مركز ديال الاطفال الصغار، مي ما كنفضلش انني نهضر على هذا الشيء. ولكن ايوب سمح لي مدام اولادينا، مدام خرجتي غير سمعني سمعني الله يرضي عليك اولدي، مدام خرجتي للاعلام بنتي بنتي مادام خرجتي للاعلام الا ورخصك تشارك كل شيء مع الناس، لانني كيف ما قلت لك القصه ديالك ما بغيناش نديروها الفرجه، حنا بغينا نديروها حتى العبره. انت دابا قلت لي واحد الكلمه ما كنتيش باغي تقولها، كبرتي في الخيريه، واش شعرتي الاغتصاب في الخيريه بلا كذوب؟ لا لا ما طرتش الاغتصاب بلا كذوب. لا لا ما طرتش الاغتصاب، كانوا محاولات، مي ما طرتش الاغتصاب، يعني الا كنت درت شي حاجه درتها رضائيه انا اللي متقبله. على ما اشكون كتحاول تخبي او على ما انت تكذب؟ ماشي نكذب، وكان نكذب باش نخرج انا هكا ونقول لكم انا وانا 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 وانا. الحمد لله وصلت لواحد واحد النيفو ديال بركه عليا، ما نافقش المجتمع، ما مشيتش بداك الكادر اللي بغاوه هما يشوفوا فيا، لا قطع الشعر، لا لبست جاكيطه، لا خصني داك الشيء اللي بغيت انا وداك الشيء اللي معده ديالي ومرتاحه فيه نديرو، ونكون بعيده على داك السكيزوفريا ديال الناس وداك المجتمع ديال المظاهر ولا النفاق باش انني يتقبلني الاخر ولا يرضى بيا ولا لا. في الاخر دينا قبل ما نوصلوا لدينا والتحول جنسي وراضي على راسك، وانا متاكده مليون في المئه انك ما راضياش على راسك الداخل ديالك، يعني ما لاحظتيش انك كنت عاجزتي الوقت اللي كان ايوب ما كنتيش غتوصل لهذا الشيء؟
كان محاولة ديال العلاج اللي كنت كنفكر انا فيا الخطأ، مي انا شفت الناس اللي فيهم الخطأ ماشي انا اللي فيا الخطأ، لان داك الجسد اللي داك الكومبورتمون اللي عشته انا في صغري ماشي هو اللي كنت باغيه انا، مي هذا الكومبورتمون اللي فيه انا بدينا العماري هذا هو الكومبورتمون اللي عايشه به ومرتاحه به وراضيه به. فوالا واش العماري هو الكنيه ديالك الاصليه؟ بدلتي غير السميه؟ بدلت غير السميه، وهذا الشيء مع الجندر، يعني حيت انا دابا شي 3 زون دابا ولا 4 زون ديت هرمونات باش انني شنو الجندر؟ الجندر هو الهويه الجندريه ديالك، كتولد مثلا كيعطوك واحد الاسم ولا كيعطوك واحد لو سيكس اللي انت مازال انت ما مقتنعاش به ولا ما كيوافقش الذات ديالك. فوالا نعم. انت يا صاحبه صوفيا وي لاحظت شفتي معايا مؤخرا لي غوبورتاج اللي درنا مع صوفيا وحتى الفيديوهات اللي دارت صوفيا كتقول لك انها ندمات وبكات صوفيا وخسرت علاقتها مع عائلتها، وبالرغم من ذلك انك درتي التحول الجنسي ما حاولتيش انك تاخذ العبره من صوفيا؟ صوفيا كنقول لك كيبقى داكشي ديالها مساله شخصيه ما غاديش نتدخل فيها وما نعرفش شنو عندها، مي انا مع راسي انا ما جيت حتى كنت مقتنعه 100% وهذا الشيء كديره شحال هادي، مي درست بزاف هذه الفكره ديال انني واش ندير التحول واش ما نديرش التحول، شنو غيقول لي الناس، شنو يقول لي ربي، كما قلت لك اخر همي هو الناس. مي الحمد لله انا وصلت وقتنعت واحد الفكره ديال انني بغيت الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حاجه، انني وصلت واحد الفكره اللي انا نعيش كيف ما بغيت انا، نوصل الذات ديالي وتصون انني مرتاحه في هذا الشيء، تصون ان ما كنت دابا غير بيناتنا مرتاحه بزاف، ونهضرت العمليه بحال تخلقت واحد دينا جديده اللي قويه اللي تقدر تواجه المجتمع اللي تقدر تعطي بزاف. الحمد لله انا قاريه عندي باك بلس 2 اون سوسيولوجي، خدمت بزاف ديال الحوايج، يعني ماشي غادي في ذاك الجانب الخايب ديال الدعاره وديال الفساد وديال الابتزاز، ولا انا الحمد لله واحد الانسانه اللي بغيت نعطي في المجتمع، اللي بغيت نوصل للذات اول حاجه، عاد نشوف لي بروجي اللي غيجيو من هنا لقدام ان شاء الله. غنعاود نسولك شي حوايج شخصيين، واخا انا في الاول درتي معايا قلتي لي ما تجبديش لي الطفوله وداك الشيء، غير سمحي لي وصافي، ولكن كان خصني نسولك. جاهل شي حاجه؟ لا اللي بطبيعه الحال ماشي مشكل. كتخافش من حد؟ الحمد لله لا حنا ماشي تنخافوا، حنا هنايا كنسولك وانت بغيتي تجاوبي ما بغيتش كتبقى لك انت الاختيار، ولكن ما نكرهش انك تجاوبي، انا المتتبعين كل شيء كيسول. والديك عرفتيهم الحقيقيين؟ لا ما عرفتهمش. ما كرهتيش تعرفيهم؟ هذه الفكره مازال ما جاياش بعدا. كان عمرك ما فكرتي تعرفي والديك؟ وما عمرك قلتي ان والديا هما سببي باش وصلت لهذا الشيء؟ ماشي سببي، وعمرني كان زعما الوالدين ديالي عائق، الناس هما كيشوفوا عائق، الناس كيشوفوا المويل ديالي عائق، مي انا مع بالعكس كيعطيني واحد الانرجي وعطاني واحد الطاقه ايجابيه باش انني نكون واحد الشخصيه قويه، و لان الوالدين في الاخيره ما غاديش يبقاو لك. انا كنشوف بزاف الناس بوالديهم وعندهم مشاكل، وبعدا كنقولوا ما كاينش والديك ونفقصتيهم، مي انا الحمد لله هذا الجانب ديال الوالدين اللي كيقولوا مثلا المتحولين المثليين اللي بغاو يديروا التحول ديالهم، انني غنكون عار على عائلتي، غنكون عار على الجيران ديالي، غنكون واحد الحاجه خايبه بالنسبه للاسره ديالي. انا هذا الجانب الحمد لله ما كاينش، هو اللي عطاني بزاف واحد الانرجي انني نتقبل راسي ونعيش كيف ما بغيت، لان في الاخيره راه ما غنديرش شي حاجه من اجل الناس، غنديرها من اجل راسي. المهم دابا غندويو في التحول، غندخلوا للتحول الجنسي اللي هو واحد العمليات اللي ما كدارش في المغرب بطبيعه الحال، لانها عمليات ممنوعه وما تيقوموش بها حتى الاطباء ديالنا ديال التجميل البلاستيكي في المغرب، ولكن قلتي لي واحد الفكره ما عرفتش، قلتي لي بان كاينين شي اطباء ديالنا ما تيديروش في المغرب ولكن كيخرجوا يديروها في خارج المغرب. لان هنايا في المجتمع المغربي سي انتيغدي، يعني اصلا فاس 489 القانون الجنائي كيجرم المثليه وكيجرم يعني بزاف ديال العلاقات خارج الجنسيه باردون، يعني المجتمع اصلا ما كيعترفش الا جا دار هادشي واحد هنايا سابوز دي بروبليم. ماشي عارفه اننا الحمد لله في مجتمع محافظ ومسلم، وكاينه حتى تجريم العلاقات غير الرضائيه ما بين الرجل والمراه. عارفه كاين الفصل ما بين الرجل ومراه الى يومنا هذا، داكشي اللي خلق الله سبحانه وتعالى الطبيعه، ان الطبيعه هو رجل وامراه، واللي خارج الطبيعه كنقولوا حنا شذوذ. انا ما كنعتبروش شذوذ، الشذوذ في العقليه ديالنا، الشذوذ في الافكار ديالهم، الشذوذ تعرفي كاينه صوره كاين قوم لوط. هذا الموضوع ديال قوم لوط والقران هذا نخلي في اتساع، لان ما غاديش نجبد عليا شي، ما غاديش نجبد هذا الموضوع ديال الدين، لان كل واحد وكيفاش التفكير ديالو، كل واحد فيها كيفسر في المنطق ديالو. انت يا مسلمه؟ مسلمه الحمد لله. وعلاش ما تدويش في الشق الديني؟ كيبقى شي حاجه خاصه، علاش يدخل لي الناس يقول لي دير شي حاجه؟ لا دابا عا بلاتي باش ما نسمعوش كنتناقضوا مع بعضياتنا. انت مسلمه قلتي لي كنصلي وكنصوم وكنعرف الله سبحانه وتعالى وكنشهد شهادة ان لا اله الا الله وشهد محمد رسول الله، ملي كتكوني كتصلي ما كتحسيش براسك انك دير واحد الجرم مع الله سبحانه وتعالى؟ حاسه انا ربي راضي عليا انايا،
الحمد لله انا ملي كندير شي حاجه وربي اللي حاس بيا انا يعني كندير شي حاجه من اجل اللي خلقني ماشي من اجل الناس. انا الناس يقولوا لي يا الله والله. ولكن الله سبحانه وتعالى راه قلت لك كاين قوم لوط اللي خسف بهم الله الارض. هاد الشيء ديال تفسير قوم لوط راه جا تفسير يعني مخربق، كل واحد كيعطي واحد الوجه هذا النظر ديالو، كل واحد يفسر بطريقته. مي انا ما نقولوش مخربق لان كاين علماء اجلاء اللي فسروا هاد الايات وفسروا. انا كندير معتقدات ديالي، الا كان هاد الشيء مشكل ولا ابتلاء مع عند الله الله يعفو عليا وربي راه يحس بيا ما غاديش يحس مني. هادشي اللي بغيناك، هادشي اللي بغيناك انك ما راضيش وبغيتي الله يعفو عليك. انا راضيه وحاسه ان ربي راضي عليا امي. لا حيت قلتي ما كرهش الله يعفو عليا لك كندير شي حاجه. كيقولوا ان الله يعفو عليك الا كيقولوا لك انك كتاخذ الدين وكتدير شي حاجه محرمه ولا ربي اللي غيحاسبني وربي اللي غيحس بيا. وانا مقتنع براسي ومقتنع ان ربي راضي عليا وكندير الواجبات ديالي المعتقدات ديالي. الا كما قلت هذا الشيء كيقولوا الناس خطر ربي اللي غيحاسبني ما عندي الحق حتى واحد يتدخل فيا. حتى شي واحد شوفي دينا راه ماشي انا غير سمعين لا انا لا المشاهدين اللي كيتفرجوا فينا ما كنحاسبوكش وما كنقولوش لك لا انت يا راك كافر ولا احنا تنقولوا اسئله اللي كيطرحوها المشاهدين والاسئله اللي كتطرح في المجتمع المغربي لان المتحول الجنسي واحد الحاجه اللي هي جديده عندنا في المغرب. ماشي جديده دابا مواقع التواصل الاجتماعي ولا ريزو سوسيو بينوهم، اما راه كان هادشي من الاف السنين وهادشي كان زعما مستور مما كانش ما كانش هاد الاعلام، ما كانش هذا كيصور هذا، ما كانش هذا كيفضح هذا، ما كانش هاد التليفونات، كان هادشي يعني هادشي راه كان. مي هاد حاليا دابا بكثره لي ريزو سوسيو والتكنولوجيا والصحافه الى اخره فرضوا هادو بينوهم وقالوا لهم راه كاينين. كيما بزاف الحاجات ما كانتش باينه مي بانت هنا ولات من هنا القدام عاديه. نعم دينا كتعرفي شي بنت مغربيه دارت عمليه تحول جنسي دار عليها طبيب مغربي خارج المغرب؟ ما عنديش فكره. مي الناس في اوروبا كيديروها من طرف اطباء هناك. من طرف اطباء هنا مغاربه. عندك شي اسم كتعرفيه دارها ومتاكده منه؟ ما نقدرش نهضر على هذا الشيء كتبقى مساله شخصيه. يعني اطباء قلتي انا قلتي لي الاسماء انا ما نقدرش نقولهم الا ما قلتيهمش انت ان اطباء ديالنا مشهورين هنا في جراحه جميليه ما تيديروهاش في المغرب كيخرجوا يديروها خارج المغرب. يديروها في خارج المغرب لان كما قلت لكم المغرب ما كيتقبلش هذا الشيء وما ما نسمحش بهاد العمليات هنا في المغرب. اللهم نديروها برا المغرب ونجيو ندخلوا للمغرب. درتيها في تركيا؟ درتها في تركيا. وي شحال طلعت عليك تقريبا؟ شحال كتطلع عمليه ديال التحول الجنسي؟ حيت كاين عمليه كامله وكاينه عمليه ثاني جزئيه. العمليه كاينه دابا كامله والجزئيه كتكون يعني كيكون تصحيح وكيبدل لاباغي كيقرر لاباغي سيكسيول ديالو شنو غتكون. حتى لاباغي كتبدل حتى الجهاز ديال عندهم مشكل في عندهم عيب خلق الخير. فوالا اها نجي شنو العمليه ديال الجميل اللي درت؟ انا درت عمليه ديال اللور ودرت صدر ودرت سنان ودرت ما بانلكش. مي انا عملت واقتنعت واحد الحاجه اللي بغيتها انا حيت ماشي درت هذا الشيء باش يشوفوني الناس ولا بالصوره اللي بغاو بها الناس. بغيتها انا مع راسي وباش نشوف راسي في المرايا ونكون مقتنع بذاك الجسد اللي بغيت انا. دابا انت مقتنعه ومرتاحه؟ مقتنعه ومرتاحه. لا واخا كتبني لك مستريسي ومعصبه واللي مرتاح ومقتنع راه خصو يكون مرتاح ومقتنع. لا رنتينا اللي كيبان لك وصافي فوالا. ولا انت دابا تارودانت وكدوي بالشماليه؟ حيت استقريت دابا 5 سنين وخدمت في طنجه عليها شديت لاكسون ديال طنجه فوالا. واخا دينا بان لي عندك الباك دو مارياج واش تزوجتي؟ ان شاء الله علاش لا مخطوبه. يلا ها يا دينا تخطب. شو انا تزوجت بقيتي ضايره. الاثمنه راه كاين العياده ديال صوفيا وكاين الناس مختصين اللي عندها موظفين يعني كل حاجه وبثمنها. كاين النيف كاين هوليود سمايل كاين لا قلنا العمليه ديال التحول الجنسي. دابا حنا تنهضروا على العمليه ديال التحول الجنسي. شحال درتي؟ التحول ماشي كامل كما قلت لك. مثلا الصدر كيدار عندها تقريبا شي 3 مليون حتى 4 مليون. مي عندها صوفيا العياده ديالها وعندها. كيفاش كيديروا هذا الصدر؟ بنادم ما عندوش صدر حتى كيولي عنده صدر. ايوا الطب راه تطور سيليكون روجيا وسميتو ياك هو السيليكون اللي كيديروا نفس العمليات اللي كيديروا البنات نيت باش كيكبروا. الناس اللي عند البنات اللي عندهم بزازل صغار وما كيرضاوش في المرايا انهم يشوفوا ذاك البزازل الصغار كيديروا السيليكون باش انهم كيكبروا ذاك الحجم اللي بغاو هما اللي مقتنعين به. دابا انت بشحال طلعت عليك العمليه؟ ما نقدرش نقول لك هذا الشيء بيني وبين صوفيا حيت صوفيا تبارك الله عليها هي تكلفات وعندها اطباء تبارك الله عليهم عندهم واحد الكفاءة العمليات ناجحة وتعامل تبارك الله واعر بزاف. واخا رجعوا للمارياج قلتي لي انا بايرة وانت تزوجتي. كان فيني طاق الضحك وصافي. ماشي مشكل. تزوجتي واش كيبغيو كاين اللي كياخذكم دينا؟ شكون اللي كياخذنا؟ زعما كاينين الرجال اللي كيبغيوكم.
كيكون راجل كامل سوي طبيعي نورمال كيتزوج مثلي مثلا. ما كاينش عندنا هنا الزواج، كاين في مدن اخرين في دول اخرين بحال اوروبا هذا كاين الزواج، كاين الواحد اللي كيبغي الواحد ماشي حيت بغى يدير معاه الجنس ولا كيبغيه حيت هو هكاك، حيت المشاعر ديالو تجاه هذاك الشخص يعني كتجبدو من شخص اخر فعلا. لكن ما نكروش على بعضياتنا، راه هذا الشيء جاري بالعمل، علاقه ما بين رجل ومراه ولا كيكون حب راه بطبيعه الحال كتكون علاقه جنسيه. علاش الناس كيتزوجوا وتيتلاقاو؟ يقول لك ان ذاك المجال ديال مثلا المثليين ولا المجتمع العلمي كيمشيو غير بالطعاره، كيمشيو غير بالفساد، مي هما كاين بين الشخص وشخص علاقه رضائيه كتكون مبنيه على المشاعر، عن الحب، عن بزاف د الحاجات. دابا انت بغيتي تقولي لي كاين راجل سوي طبيعي بعقله حبك؟ كاين بيان سور وي، بعقلو ما مسطي، ما عنده الوراق، ما يخرج معك في الزنقة وكل شيء. أنا كنعتبره راجل عادي، الناس اللي كيشوفوه راه عنده خلل. مغربي؟ مغربي أها. ومغربي؟ ومغربي بيان سور. ويخرج معك في الزنقة؟ يخرج معايا علاش لا؟ ما تكذبش عليا دابا، خلينا نهضروا في الواقع شوية. أنا الناس أصلا صافي تأدبتوا وكيشوفوني بنت فوالا، ما كانش بحال شي مشكل بحال شي واحد يعني راجل باللحية ديالو داير الماكياج وخرج، هذا كيكون بروبليم كبير. أما أنا تعايشت مع الناس وديجا شافوني في لي ريزو سوسيو ولا في الانستغرام لا والو، لا فيسبوك وسناب شات، ادابتوا معايا وعارفيني شكون انا وتقبلوني كيف ما انا. وكيعدمك لعائلته ويقول لمو ويقول لدارهم اجيو تشوفوا، راه كان سميتو ايوب ولا سميتو دينا؟ كل شيء ايوب، وكيقول ليها كنحترمها بكيانها انها دينا ماري فوالا. ولكن يعرفك على دارهم؟ حاليا ما كان مثلا ما دابا بيني وبينك كاينه شي عائله مغربيه غتقبل ان ولدها يدير علاقه مع متحول جنسي؟ ايوا كل واحد والعقليه ديالو، كل واحد والعائلات كيفاش دايرين. كاين عائلات متقبلين يعني اوبن، كاينين عائلات ثاني متحفظين وكيمشيو للجانب الثقافي. لا هي اوبن ومتحفظين، لا سمحي لي، راه العائله المغربيه كلها، العائلات المغربيه كلها راها في هذا الشق، راه محافظه العائلات المغربيه كلها محافظه في هذا الشق، راه واخا تكون اوبن راه تلقى. لا كاينين عائلات اللي كيتقبلوا الاختلاف، ما كيشوفوش المشكل اللي فيك لانهم كيشوفوهم ناس ما كيأديوش، ناس اللي كيبغوا الخير للاخرين، يعني ما كيشوفوش الجانب ديال لا حيت هو الكومبورتمون ديالو هكا وهكا ما غاديش نتعامل معاه. نعم، اذا انت داخله في علاقه ديال حب وخطوبه، لاليونس كاينه لا وما عندي ما نسالك، وكتقولي لي انا وليت كنحس براسي زوينه، وزوينه على شحال من بنت ومهليه في راسي وكل شيء. زوينه ديال راسي الحمد لله، وملي كنشوف راسي في المرايه كنشوف راسي حيت انا هكاك، ماشي حيت بغيت الناس باش يشوفوني بذاك الكومبورتمون اللي بغاو هما. خصني قال لي واحد مثلا النيف ديالك كبيره نمشي نزولو حيت شاف فيا، لا انا ملي كنشوف راسي في المرايه وكنقتنع بشي حاجه حيت بغيتها انا وراضيه عليها انا، ماشي حيت الناس شافوها بيا ناقصه فوالا. فين مشى ايوب؟ مات الله يرحمه. مات فنتيه؟ فنتو صحيح. ولكن راه باقي في الوراق ايوب، طرتي ولا نزلتي ولا على ورق؟ مي مع راسي ملي كنشوف الكومبورتمون ديالو في المرايه ومع راسي كنشوف راسي دينا، واللي بغى يقول ايوب ولا بغى يقول كان في اصل ديالك ولا مستصيغ، يعني انني مع راسي ملي كنشوف راسي في المرايه مرتاحه ومقتنعه بداك الشيء اللي في انا حاليا فوالا. نعم، غادي نهضروا على علاقتك بصوفيا طالوني المثيره للجدل، صوفيا طالوني واللي كانت خرجات شحال من مره كتقول انا ندمت علاش درت هذا الشيء وبكات، وكتقول انا ما كرهتش نموت وانا الله راضي عليا وانا راجل. نسولك بعدا كاين على كيف بقات صوفيا من بعد عمليه السرقه اللي تعرضت ليها، وبزاف ديال الناس بقاو كيقولوا راه كتكذب، ولكن حنا شفنا الحاله الهستيريه اللي كانت فيها صوفيا. لا صوفيا كنتي معها هذيك الساعه؟ لا كنت هنايا في المغرب، مي تلاقيتها وديجا هضرات معايا. صوفيا ما ترضاش انها دير هذا الشيء، وكنقول لك وتجيب العيب لراسها. تشوفوا صوفيا من النوع اللي خصها تشوف يشوفوها الناس بواحد ليماج زوينه، انها عايشه بخير، انها كتعاون مع الناس، ان يعني هذا الشيء اللي وقع ليها هذا الشيء فريمون بصح. جا السيد سرق ليها الممتلكات ديالها، وسرق ليها فلوسها، وسرق ليها داك الشيء اللي كان عندها في الدار. يعني صوفيا نقول لك انا ما يمكنش تجي ودير هكا وتزيد تبكي باش انها. شحال مشاو لها ديال الفلوس؟ مشى ليها تقريبا 80 مليون ورجعت شي 100 وشي حاجه. شحال مشاو ليها؟ مشات ليها 80 مليون، مشات ليها في الاول 200 مليون سرقوا ليها، مي رجعت شي حاجه وبقات 80 مليون ما رجعتش ليها. سمعت انك غديري شي مشروع انت وصوفيا هنا في المغرب. ان شاء الله هذا البروجي جاي من هنا لقدام، ديجا بدي دي بروجي مع الناس في انستغرام، لا في التجميل، لا في الموضه، لا في المكياج الى اخره، مي غندير واحد ان شاء الله واحد البروجي انا وصوفيا خاص باللي لونسي وخاص بالشعر ان شاء الله.
إذن قبل ما نختم معك دينا غنعود نسولك نفس السؤال. مهم غير باش نقول لك واحد القضيه، راه لي كومونتير الا قريتيهم طبيعه الحال ما غتلقى حتى شي واحد معاك، غتلقى اغلبيه ضدك، حيت كيف ما قلت لك حنا مجتمع محافظ، مجتمع مسلم. ما تقولش لي مجتمع النفاق وهذيك سكيزوفرينيا وداك الشيء ما كاينش، حيت حنا تخلقنا في واحد المجتمع اللي هو كنعرفوا الله سبحانه وتعالى وكنعرفوا الاسلام ديالنا وكنعرفوا ديننا وكنعرفوا الراجل يتبقوا حرفيا ماشي. لا لا ما يمكنش، لا ما يمكنش المغرب في الدوله ديالنا ما يمكنش تقول لواحد وفاتحين الجامع، راه كل واحد غيختار فين ما بغا هو. راه هذاك اللي دخل البار وكيشرب راه هو براسو ما غاديش يعجبو هذا التحول. اللي كيمشي للجامع وكينافقك باش يبين راسو راه انني كنمشي للجامع، مي في اللي راه هاز لك الطاسه وكيكمل وكيشلو يدير علاقات خارج اطار الزواج مع بنات علاقة رجل ومرأة طبيعي اللي مذكور الحرام طبيعي رجل وامراه كتحلوا اللي بغيتو ماشي شذوذ. لا ما قلتش حلال، ما قلتش حلال، لا 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 حتى هي كيقول القران الزاني والزانيه رجموهم وديروا لهم وفعلوا لهم. واش انت كترضي انك تقولي ديري داك الفوطو ديال الزاني والزانيه رجموهم، ولكن قوم لوط راه كما قلت لك خسف بهم الارض. ايوا بجوجهم غضب عليهم الله وبجوجهم يعني علاقات غير رضا، اي ما داخلينش في الدين يعني. حتى تجوزي وديري الورقه ديالك وتكوني مكاتبه وهذا هذه حتى هي كيجرمها عندنا حنا المشرع هنا في المغرب. تقولي عاديه؟ لا ما قلتش لك عاديه، لا ما قلتش لك عاديه، قلت لك علاقه رجل وامراه اللي عاديه. كيف النفاق الاجتماعي؟ انا ما قلتش لك عاديه. اللي بغيتو كتحرموا شي حاجه قلت لك الطبيعي هو رجل وامراه في اطار الزواج بطبيعه الحال. وانت قلتي غير خارج؟ لا لا انا ما جبتش لك على خارج، لا ما قلتش خارج اطار الزواج، لا 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 قلت لك الطبيعي، الطبيعي هو رجل وامراه، الطبيعي هو علاقه رجل وامراه. اذا المجتمع المغربي ما خصكش، راه مستحيل انه يتقبلك. غنسولك واحد السؤال دينا بالنسبه للناس. دابا انت يا قلتي لي وماشي غير انت، شحال من واحد كيقول عليا مجتمع منافق و راه هذوك الرجال، شحال من واحد كيعيط لينا وكيبغي يمشي معنا وكيبغي يخرج معنا، واش هادشي كاين بصح ولا غير مجرد هضره باش كتبردوا بها على رؤوسكم؟ واش كاينين الرجال اللي كيبغيو يمشيو معكم؟ انا في هذه الناحيه رجال مزوجين، انا في هذه الناحيه انا ما كنفسدش وما كنديرش علاقات بزاف. يعني انا كما قلت لك مع واحد لمدة سنوات وعايشة في احترام وفي كتخونيش ما كنخونش وما كنديرش علاقات. هذوك الناس اخرين جو بونس الظروف ديالهم والعائلات ديالهم. لا ولكن واش بصح كاينين رجال مزوجين كيبغيو يمشيو معاكم؟ على ما قالوا لي صحاباتي كاينين، مي انا ما عمرني زعما تلاقيت شي واحد ولا شفت شي واحد مزوج جا عندي ولا قال لي شي حاجه. انا منين في العلاقه ديالي كان علاقه مع واحد وكدوم يعني فيها المشاعر فيها الحب الى اخره. واش بصح كيقولوا لكم واحد القضيه كيقولوا انتم قباح دائما عدائيين مع المجتمع حيت المجتمع كيرفضكم، واش هذا الشيء بصح ولا لا؟ لا، المجتمع العلمي من اطيب واذكى يعني الناس، يعني كيبغوا الخير الناس، كيبغوا يعطوا بزاف، ذكيين، عندهم بزاف ديال لي بروجي. يعني هذا غير عكس، هما بغاو يفرضوا غير راسهم باش يعيشوا ويتقبلهم المجتمع كيف ما هما. يعني حنا في المشكل في المجتمع ديالنا كنشوفوا الكومبورتمون الفيزيك، ما كنشوفوش اشنو غيعطي وشنو النيه ديالو، كنحكموا غير بالمظاهر. كتساعدوا بعضياتكم بزاف؟ بيان سور كنساعدوا بعضياتنا وكنوقفوا مع بعضياتنا وإلا ما وقفناش مع بعضياتنا راه شكون غيوقف معانا فوالا.